حبيكم من جديد مشاهدي الأعزاء، ونتمنى أن يعم السلام والطمأنينة ورغد العيش، وأن نعيش جميعا في سلام وفي محبة وفي وئام، ننعم بخيرات هذا الوطن الشاسع السودان الجميل بإذن الله، ونعمل معا من أجل السودان الغد، السودان المتقدم، السودان اللي بيعمل كل الناس بحب من أجل هذا الوطن. نتمنى أن نستشعر الوطنية، ونتمنى أن نعمل من أجل السودان، وأن يكون السودان دائما في مقدمة الدول المتقدمة بإذن الله تعالى. إذن نواصل هذا الصباح الجميل، ووصلنا إلى فقرة فنجان قهوة، هي مساحات دائما لكل المبدعين في مجالات الإبداع المختلفة. نحن نرحب بالأستاذ والشاعر والمربي العظيم عبد المجيد محمد، شاعر الثورة وشاعر التغيير. مرحبا بك عبد العظيم. مرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سعيد جدا انه الليله اكون يعني ضيف على هذه القناه المتفرده والجميله، قناه الخرطوم الفضائيه والدوليه، والتي نثرت الثوره والثوار. فخور بكم والله. نحن عرفنا انك معلم، وعرفنا ايضا انك يعني من المعلمين الذين الان هم يعني يعول عليهم في مساله تصحيح امتحانات الشهاده السودانيه. فكده خلينا نطمن الطلاب في مختلف الولايات والطالبات الذين جلسوا الامتحان، كان عصيب في وقت صعب في عام أيضا هو الأصعب يعني. نعم. كيف عملية التصحيح تمضي في مراحل المختلفة؟ نعم والله يا أخي بارك الله فيك، والآن تجري عملية التصحيح على قدم وساق. نعم. وقد قطع نسبة 60% من التصحيح. جميل. ونحن الآن نعمل على المرحلة الثانية. في الأسبوع هذا الأسبوع إن شاء الله، في يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله سوف تنطلق المرحلة الثانية من كنترول الشهادة السودانية، اللي هي يعني بتختص المرحلة الثانية بمراجعة أعمال المصححين الذين يعني فرقوا من تصحيح كل المواد المختلفة. لكن مع تفشي جائحة كورونا للمرة الأخرى والمرة الثانية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا إحنا كمعلمين حول اجتياز هذه المرحلة الصعبة. لكن المرحلة الأولى انتهت يعني ومرت بسلام، ونطمن يعني أولادنا وبناتنا في السودان كله والله، إنه يعني رغم إنه نمتحنوا في ظروف سيئة، البلد يعني ما طلعت من جائحة كورونا قبل فترة، والظروف الاقتصادية التي يعيشها السودان الآن، لكن نطمن بناتي وأولادي في السودان كله إن شاء الله والله العظيم سوف تكون نتيجة الشهادة السودانية نتيجة مشرفة إن شاء الله سبحانه وتعالى. كمعلمين وكآباء لهؤلاء التلاميذ سوف نبذل قصارى جهدنا من أجل يعني إتمام هذه المرحلة التي تنطلق بعد غد بإذن الله سبحانه وتعالى. وعبر قناة بحيي كل المعلمين الذين يشاركون في أعمال كنترول الشهادة السودانية 2020، وإن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد، وإن شاء الله ما بنظلم أي ولد، أي بيت بنديه حقه، أي ولد بنديه حقه إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق والسداد لأبنائنا وبناتنا الممتحنين لهذا العام، العام الاستثنائي زي ما كلنا عارفين. خلينا نسمع بعض الكلمات الجميلة، وأنت شاعر الحرية والسلام. نعم. سوداني انت غالي علي نبيل، خيرك وفير وجودك عميم، في سحلك يجري النيل، في كسل شامخ زي توتيل، في كسل شامخ زي توتيل، جزيرة الفيل في مدن النسيم عليل، مقرن النيلين روعة ما ليهم مثيل، مقرن النيلين روعة ما ليهم مثيل، وتوتي توتي در حاضن النيل، شمالك بركاويه جليل، وبحر أبيض منشر شاد الحيل، كنانة قدرة زا أحيا بيعك ليل، فاشر السلطان قلاوي ديم عامر بالترتيل، تقابت الفادني ضاوية عديل، حمشكوري طلاب يحدل حديل، زريبة البرعي سراج الليل، وشرق النيل شرق النيل دغني بالتحليل، سوداني سوداني انت غالي علي نبيل، خيرك وفير وجودك عميم، في سحلك يجري النيل، في كسل شامخ زي توتيل، جزيرة الفيل في مدني نسيم عليل. جميل. نسيم العليل دائما يأتي يعني مع الشعراء، ويأتي مع المرهفين من أصحاب الأحاسيس والمشاعر العالية. نحييك على هذا النص الذي تجول بنا في ولايات السودان المختلفة. أنا أفتكر أن المعلم يعني يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة جدا.
وهذه المسؤولية أنا أفتكر أنه قادر هو أن يعبر من خلال المفردة أكثر من غيره. حين يكون المعلم شاعر أنا أفتكر أنه ده دي إضافة كبيرة جدا. فكده حدثنا صاحب رسالة يعني. صحيح. نعم. حدثنا عن تجربتك يعني. نعم والله يا أخي تجربة ما شاء الله يعني، أنا ما بقول تجربة مريرة لكن تجربة يعني فريدة والحمد لله يعني. مما درست المرحلة المتوسطة حسيت إنه أنا عندي ملكة يعني شعرية، حسيت بشاعرية. أيوة حسيت بالشاعرية من المرحلة المتوسطة في الفترة دي يعني، كان عندنا الجمعيات العدبية يا سلام والمسارح المدرسية. أنتم جيل محظوظ يا أستاذ. نعم ما ورثتم هذا للأبناء الآن. نعم لذلك أنا أناشد الإخوة في وزارة التربية والتعليم بالرعاية والاهتمام بالنشاط المدرسي الذي يعني يبرز يعني المهارات بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة للتلميذات زي ما بنشوف إحنا في الدورات يعني المدرسية. وبالمناسبة أنا يعني كتبت في جائحة كورونا دي منذ العام الماضي 2019 شاركت يعني بقصيدة في جائحة كورونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي البلاد والعباد شر هذا الداء والوباء، أنه يعني يحفظ كل سوداني غيور على السودان وكل سودانية غيورة على السودان، يحفظنا كلنا وأولادنا وبناتنا في المدارس وفي المصالح والمؤسسات الحكومية. قلت فيها خسل يديك بالموية والصابون واحذر كورونا، خسل يديك بالموية والصابون واحذر كورونا، أو أتصافح أو أتصافح وما تحضن عشان ما تعادونا، خلوا الجوطة واللمة وسيبوا الشيشة ما تعزونا، خلوا الجوطة واللمة وسيبوا الشيشة ما تعزونا، صلاتك وطهارتك ونظافتك هي وقايتك من كورونا، صلاتك وطهارتك ونظافتك هي وقايتك من كورونا، خسل يديك بالموية والصابون واحذر كورونا، أو أتصافح وما تحضن عشان ما تعادونا، خلوا الجوطة واللمة وسيبوا الشيشة ما تعزونا. ما كتبت عن رفع الدعم عن الدقيق والمحروقات والحياة دي؟ نعم الآن إن شاء الله السكة. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال البلاد والعباد، وإن شاء الله أنا بصدد يعني الكتابة في هذا الموضوع، لأنه هذا أمر يعني الآن نعم يعني يشكي منه الكثيرين ومهم جدا يعني. والشاعر الناطق بلسان أمتي وحاله مش كده؟ نعم. طيب نختم بعمل يعني مع للسلام توقيع اتفاقية السلام كتبتها في 1/29/20 قلت فيها يلا سوى نمشي للسلام بتكاتف ووحدة ووعام، يلا سوى نمشي للسلام بتكاتف ووحدة ووعام، بالسلام بنبني بلدنا ونحقق عملنا، مع السلام بنعيش شعبنا وكل أهلنا، مع السلام بنعيش شعبنا وكل أهلنا، وبالسلام بتكون وحدتنا، سودان واحد موحد فيه نهضتنا، سودان واحد موحد فيه نهضتنا، خلوا الكلاش والدوشكة بنعيش في كرامتنا، خلوا الكلاش والدوشكة بنعيش في كرامتنا، ما ننحب وما نقتل نعيش سوا بعزتنا، بالسلام بنبني بلدنا وبالحرب بنعرمل بناتنا وبنشرد عولادنا، يلا سوا نمشي للسلام بتكاتف ووحدة ووعام، خلوا الكلاش والدوشكة نعيش معا بالوعام، بالسلام بنبني بلدنا ونحقق عملنا، بالسلام بنبني بلدنا ونحقق عملنا، مع السلام بنعيش شعبنا وكل أهلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم السلام كافة السودان ولايات السودان المختلفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال العباد وحال البلاد إن شاء الله. يا سلام عليك، الله يديك الصحة والعافية وكلمات جميلة، ودائما الشاعر هو لسان حال الأمة يعني، كل ما يكون في حاجة طبعا دواخلك ما بتسمح لك أنك أنت ما تكتب فيها، كلمات جميلة ومعبرة، وعندك ديوان شعر برضو بعنوان السلام. نعم. إن شاء الله نراه قريبا بإذن الله تعالى. شاكرين ومقدرين أستاذ عبد العظيم عبد المجيد الشاعر والمعلم، أمنياتنا لك بالتوفيق والسداد، وشاكرين حضورك كمان معنا في هذا الصباح. بارك الله فيكم الإخوة في قناة الخرطوم، هذه القناة الجميلة والمتميزة والمتفردة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال البلاد وحال العباد، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى إذا الناس يعني زي بيقولوا يعني رفعت أمرها لربنا سبحانه وتعالى
إن شاء الله سوف يعني ينصلح البلاد والعباد. وأنا عبركم عبر هذه القناة عندي رسالة معينة دار أوصلها للسيد وزير التربية والتعليم. بعد تفشي هذه الجائحة، جائحة كورونا، هي ما تفشت إن شاء الله، ما تتفشى إن شاء الله، ما تتفشى إن شاء الله، إن شاء الله ما إن شاء الله ما تتفشى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح على البلاد والعباد، وإن شاء الله نحن بنطمن أولادنا وبناتنا إن شاء الله الذين جلسوا لامتحان الشهادة السوداني إنه نتيجة حتكون نتيجة تمام إن شاء الله. والله إن شاء الله دي مشروعات جميلة الأولى في هذا الصباح. شكرا لك كثير، بارك الله فيكم إن شاء الله وكثر خيركم. بارك الله فيكم قناة الخرطوم الدولية، مزيد إن شاء الله من التقدم ومزيد من البرامج الجميلة، ولا شك إنه برامجكم يعني زي ما في. والله الله يعطيك الصحة والعافية. احنا وصلنا كمان إلى ختام حلقتنا الليلة من صباح الخرطوم، أمنيات الصحة والعافية وجميل الدعوات هي دائما بنوديها لكل الأحباب المتابعين دائما لصباح الخرطوم. مع بداية جديدة الأسبوع الجديد إن شاء الله التوفيق محالفكم دائما يا رب. تحياتي وفريق العمل، رشا عمر، إلى اللقاء.